واحدة من القصص الزوج والزوجة كانوا في اختلاف بسبب أمور مادية. بعدين الزوج قال حاجة حلوة. قال إيه؟ قال عجبني. قال يا أبونا أنا بتعامل معها على نموذج معين في بالي. إيه النموذج ده بسأله؟ قال لي الأسر اللي فيها تعاون، الزوج والزوجة بيشيلوا بعض، هو بيحط من اللي عنده، هي بتحط من اللي عندها، والمركب بتمشي. مش هو ده النموذج؟ قلت له لا، الحقيقة مش هو ده النموذج. انت ماشي ورا نموذج ايه؟ غلط. بتكلم عن الماديات، النموذج الاصلي هو ايه؟ ان الزوج هو اللي ايه؟ المسؤول. فكون ان انت بتاخد النموذج بتاع المشاركة وانه مش عاجبك ان هي مش بتشارك بكل حاجة، فانت ماشي ورا نموذج غلط. هي متوقعة منك انك انت ايه؟ مسؤول عنها. نبدأ من هناك، وبعدين اذا هي ادت فده فضل ونعمة، لكن لو ما ادتش مش غلطانة. انا اقول لكم الخطورة بتاعت القصة، لان منكم ناس هيقول ابونا طب وده كلام برضو. خطورة القصة دي ايه؟ حاجة خطيرة جدا احنا مش بنفكر فيها. لما نرجع تاني للمبدأ، يعجبني بولس لما يتكلم في الرسائل بتاعته القديس بولس يبدأ بالمبادئ الروحية اللاهوتية العالية، وبعدين يجيب التطبيق عشان ما ننساش النموذج اللي احنا ماشيين وراه. دي مصيبة كبيرة، احنا بنمشي لنماذج بشرية عملها العالم مبنية على اساسات غلط. القصة دي بتنزلنا لفكر تاني عن الجواز، انه ايه؟ شركة، مش شركة، شركة كل موظف فيها بيعمل اللي ايه؟ اللي عليه. النتيجة ما كانتش كده خالص، النتيجة ما كانتش كده، ما هياش شركة فيها ايه؟ وظائف وايه؟ التزامات وحقوق. الكاهن او الشخص اللي يخش في الزواج وعايز يحل مشكلة وفي دماغه حقوقه وحقوقها، نزل الزيجة من الحقيقة بتاعتها الى ايه؟ معيشة الاتنين عايشين مع بعض تحت سقف واحد، كل واحد زي ما يكون روميتس. مش هي كده ابدا. كاهن الانسان اللي اسمعها من كان الكبار اللي علمونا، يقول لك الكاهن يخش في المشاكل دي ان ما كانش في دماغه واضح جدا ايه الزيجة، هيكسر الدنيا ويعطل الحياة الروحية بتاعت الاتنين. فدي مهمة جدا. القديس بولس لما ادانا النموذج بتاع المسيح والكنيسة اتكلم برضو في الرسائل بتاعته على حاجة تانية عايز ابدأ نتكلم عليها. في كولوسي اصحاح 2 اتكلم على حاجة لما بنقراها جايز ما نفهمش معناها ايه. كولوسي كان فيها هرطقة للناس اسمهم الغنوسيين، وكانوا بيعلموها ضد الانجيل بتاع بولس اللي كان بيكرس بيه انجيل المسيح. في كولوسي 2 اصحاح 2 عدد 6 بيقول ايه؟ فكما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، متأصلين ومبنيين فيه وموطدين في الايمان كما علمتم، متفاضلين فيه بالشكر. انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة وبغرور باطل حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. يعني إيه أركان العالم هنا؟ غرور الباطل وتعليم الناس وحسب الناس اللي بتفكر. إيه أركان العالم؟ أركان العالم دي كلمة تعبير لاهوتي. يعني كان زمان الفلاسفة يقولوا إن العالم عناصره كده وطريقته كده وقوانينه كده. يعني مثلا زمان كانوا يقولوا ان العالم معمول من اربع عناصر، ده تقليد العالم، ده اركان العالم. ايه الاربع عناصر؟ حد قراها؟ النار والميه والارض والهواء. دول الاربع عناصر معموله منهم كل حاجه. دي فكر الفلسفه القديمه. ايه تاني؟ ان الواقع بتاع الناس ودي الطبيعه، هو ان الانسان بطبعه مقبول، يعني انه يكون اناني وانه يكون بيدور على مصلحته وانه ياخد باله عشان ما حدش يخدعه. دي ايه؟ ده الواقع.
لما تروح لحد من الكونسلرز ويكون انسان مش مسيحي هيتكلم بصيغه ايه؟ ادافع عنه وادافع عنها. لو حد غط حد عدى حدوده يبقى لازم ايه؟ نرجعه تاني مكانه. اركان العالم تاني الناموس بتاع موسى اللي لما اتحط الناس ايه؟ في حاله سقوط وعين. مين اللي اتقال له ما تقتلش؟ مين اللي اتقال له ما تسرقش؟ مين اللي اتقال له اكرم اباك وامك؟ لما تروح لحد قديس من قديسين الكبار تقول له ايه؟ اكرم اباك وامك، يقول لك هو معقول الانسان ما يكرمش ابوه وامه؟ تقول له ما تقتلش، يقول لك لا، وفي حد بيقتل؟ يعني معنى صح الطبيعه اللي هي قبل ما تقع الكلام ده مش بتاعها. القوانين دي والطريقه دي في التفكير اتحطت لمين؟ للقتلة والزنا واللي بيعمل واللي بيسوي. فبالتالي بولس بيقول ايه؟ بيقول ما حدش يرجعكم تاني تفكروا في الدنيا او تنظموا حياتكم بناء على الطريقة دي في التفكير، ما ينفعش. ان الحكمة اللي هنبنيها مبنية على عالم ساقط، عالم واقع، وده اللي الانسان شايفه. هو شايف، ما فيش حاجة تانية. كل البني ادمين اللي عايشين على الارض بيفكروا ان دي هي الحياة وهنموت. الموت جزء منها، الشهوات تحت الجسد جزء منها، ازاي الانسان يحقق شهواته ورغباته من غير ما يجي على حق حد. كل دي سميها احنا ايه؟ اركان العالم. اما الايمان بالمسيح يقول ايه؟ يقول انتوا ايه؟ طبيعه، خليقه ايه؟ جديده، لا تخضع لاركان العالم. النقطه دي خطيره جدا، عشان كده لما نخدم، لما يبقى في خدمه مشهوره وتبدا تسمع حقه وحقها، تبدا تسمع الحدود بتاعت كل واحد، اعرف ان المشروع دي حسب ايه؟ اركان العالم. بتتكلم من حيز الموت، بتتكلم من حيز الخطيه والجسد الى اخره، وحطوط نحط الحدود زي ما ربنا عمل مع بتوع بابل. لما لقاهم هيعملوا حاجه غلط عمل ايه؟ فرقهم، قال دي حدودك وده حدودك، ما تجوش جنب بعض. او بحسب معرفه المسيح. فبالتالي احنا عندنا ايقونه هي اللي بنبص لها لما نتكلم على الزيجه، هي دي ايقونه. دي ايقونه فيها ربنا يسوع قاعد على الترابيزه وبيدي ايه لتلاميذه؟ جسده. بيديهم جسده وما بيطالبش بحاجه، هو طالبهم بحاجه واحده بس، ان هم ايه؟ يحبوا بعض. هو ما خدش حاجه لنفسه، اداهم وقال لهم انا مش هطلب لكم، هطلب منكم حاجه واحده، انتوا كجسدي حبوا بعض. فالأيقونة دي أنا أتخيل الأيقونة دي خدتها ورحت في مصنع بتاع حديد وإيه، وحد واخدها وهيركنها في حتة، وفي مطارق عمالة تشتغل وبوري شغال وكده، هيحصل إيه للأيقونة دي؟ عشان تخش في التجارب ونشوف هيحصل فيها إيه. إذا الأيقونة بتاعت الزيجة هي أيقونة العشاء الأخير، فبالتالي عايز اشوف شكل العلاقه ده هيحصل له ايه تحت التجارب، وده النهارده اللي هنتكلم عليه. وازاي الانسان لما يبص في التجربه من ناحيه العالم يفكر ازاي، ولما يبص عليها من ناحيه ربنا يسوع المسيح يفكر ازاي. يبدو كلام مثالي للانسان اللي عايز يفكر برضه بطريقه الايه؟ العالم. لكن مش مثالي للانسان اللي يعرف ربنا. امبارح واول امبارح كنا بنتكلم على معرفه ربنا. ابدا بدي عشان برضو ايه نبقى فاهمين الخلفيه، مش هطول شويه في المقدمه لان ده اللي هتفسر فسر الكلام بعد كده. لما التلاميذ اتقابلوا مع ربنا على بحر طبريه وكانوا في عاصفه شديده جدا، وجي ربنا يسوع ماشي على الميه وراح دخل المركب، وبعدين قال ايه؟ قال البحر ايه؟ اهدأ اسكت. فاللحظه اول ما خلص الكلمه البحر ايه؟ سكت والريح سكتت. فيقول الكتاب المقدس عنهم حصل لهم ايه؟ بهتوا للغاية. ليه؟ مش متوقع ان اي حد في الدنيا دي يقول كلمة والبحر ايه؟ يسكت. فاللي بيقرب من ربنا يسوع المسيح بيحصل له ايه؟ بيتخض، لان اللي متوقعه ما بيحصلش واللي مش متوقعه بيحصل. فاللي بيقرب من ربنا يسوع المسيح اللي عنده حياة في المسيح ما بيعيش في العالم زي اللي بيعيش بعيد عن ربنا. فبالتالي اي واحد انا هكلمه او اي زوجه وزوجه هكلمهم وهم ما يعرفوش ربنا هيشوفوا ان انا ايه؟ انسان مثالي، او ان انسان بطالب بحاجات مش موجوده، لان هم مش عايشين في ربنا يسوع المسيح. ونرجع تاني نعيش كاننا عايشين بعيد عن
بره الأيقونة دي. إيه التجارب واللي يحصل لو الأيقونة دي دخلت تحت التجارب؟ شكل العلاقة هيبقى شكلها إيه؟ وفي كل الحالات التجارب دي هتيجي على الكل، على الكل، اللي مع ربنا واللي إيه؟ اللي بقى مش مع ربنا. القديس بطرس قالها كده: لأن نفس تلك الألام تجري على إخواتكم الذين في العالم. يعني إحنا لينا ناس، في ناس في العالم ببرع عن الكنيسة وعايشين في نفس التجارب بنفسها وبيشوفوا نفس الحاجة. العاصفة بتيجي على الاثنين، القديس وعلى الخاطي، على القريب وعلى البعيد. ايه أنواع التجارب اللي ممكن تتعرض ليها الزوج والزوجة؟ بس أنا بتكلم على الزوج والزوجة مش الأسرة، اللي تخلي العلاقة دي صعبة ومحتاجة إمكانيات أكتر من الكابل إن هم يمشوا فيها. في ضغوط مادية، ضغوط اجتماعية، وضغوط داخلية. من الخارج الضغوط الاجتماعية والمادية، ومن الداخل الحاجات النفسية، الروحية، مشاكل روحية ومشاكل جسدية. خلي الزيجة في حالة تجربة، تبقى تجربة، ومحدش يقدر يسند فيها غير مين؟ يا ربنا يسوع المسيح. أول جزء هتكلم عليه في التجربة دي هي الحاجات الخارجية. الحاجات الخارجية، لما يبقى في ضغوط مادية على الأسرة، الضغوط المادية دي جاية على الأسرة، بيحصل إيه للأسرة؟ في البداية لما يكون الاثنين في حالة انجذاب عاطفي، في حالة في الفترة الأولانية، بيتهيأ لهم إن هم إيه؟ عمرهم ما إيه؟ ما هيزعلوا من بعض، ولا حاجة هتحصل تهد المحبة القوية، لأن في انجذاب كبير جدا. أنا سمي دي الداون بيمنت. يعني إيه؟ ربنا زي ما بيبعت الواحد ابنه كده يشتغل، أو البنك بيسلف، بيدينا فلوس عشان نبتدي بيزنس. الفلوس دي أصلا مش هتقعد، مش هناخدها على طول، لكن دي موجودة عشان إيه؟ عشان نبدأ. فالعاطفة القوية اللي بين الزوج والزوجة دي اللي ربنا حاططها فينا عشان إيه؟ نبدأ. لكن هي اللي هتكمل؟ لا، دي مش حاجة مضمونة للآخر. إيه اللي مضمون؟ هو عطاء الاتنين لبعض روحيا ونفسيا جسديا. لما يعطي الواحد للآخر بيحط كريدت في الأكاونت، يسموها كريدت، يكمل معاه ويسهل على الآخر مسؤولياته في الجواز. يعني إيه؟ يعني في الأول المحبة قوية جدا، الزوج بيسأل على الزوجة كل يوم، بيتصل بيها بالتليفون، بيكلمها، مشتاق يشوفها، مشتاق يكلم معاها، يقول لها كلام حب، هي كمان مستنية تسمع منه، هي بتعمل له كل حاجة ممكن تفرحه. وبعدين بعد شوية تبدأ المشاغل، لما يجوا العيال بالذات تبدأ المشاغل تعمل ايه؟ تاخد جزء من الاهتمام، المسؤولية تزيد على الراجل، يبتدي يشتغل اكتر، يبتدي يفكر في الامور المادية اكتر، يبدأ تفكيره في زوجته وفي عياله وفي البيت يبقى ايه؟ يل. فلما الدروب ده، النقص ده يحصل، يبدأ الاثنين يفكروا ان الموضوع بقى اكتر منه ايه؟ هم من انه فايدة. يبقى محتاجة للنقلة من الطفل اللي بيتصرف عليه وبيهتم بيه للانسان الناضج. ايه اللي يشيل دي؟ ايه اللي يشيلها؟ ايه اللي يقويها؟ لو احنا في الايقونة بتاعت ربنا يسوع المسيح، ايه اللي يشيلها؟ حتة الكريدت، ان احنا في الوقت اللي كان عندنا فيه امكانية ان احنا نحب، خلينا شوية للايام دي، وانا في اي وقت فيه انا فايق وما عنديش ضغط بعمل ايه؟ لما القديس بولس يقولها بطريقة مفتدين الوقت، لان الايام ايه؟ لان في الوقت اللي انا اقدر ادي ما ببقاش اناني، لان عندي صوت المسيح. هو ربنا كان بيوعظ وكان بيشفي لغاية لما جه وقت الصليب. ايه اللي حصل؟ هل على الصليب قدر يشفي او يوعظ او يقول اي حاجة؟ ولا حاجة. ففي الوقت اللي قبل كده كان الانسان اللي عنده الامكانية بيحوش كريدت عشان الكنيسة تفتكره ربنا عمل كل اللي يقدر يعمله قبل وقت الصليب. لما جه وقت الصليب والصعود الكنيسة افتكرته، ما ينسيهوش. قديس بطرس يتكلم عليه يقول ايه؟ الذي عمل معجزات وعمل وسوى في وسطيكوا وانتوا خدتوه وصلبتوه. فالكنيسة فاكرة له حاجات. في الزوج والزوجة برضو في الاوقات اللي هم فيها مش تحت تجارب بيعملوا ايه مع بعض؟
حتة خطيرة جدا تقول ان الزواج ده زواج مسيحي ناجح، ان الاتنين عندهم اهتمام في تنمية العلاقة بينهم، تنمية العلاقة مش في 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 زوج وزوجة بيسميها احنا ايه متوكلين، زوج وزوجة متوكلين، يعني ايه الامور هتفضل زي ما هي مش محتاج اعمل حاجة. غلطان وغلطانة، لان في الاوقات اللي احنا فيها ما عندناش ضغوط ومش تحت تهديد احنا محتاجين نعمل ايه؟ نكرس وقت لبعض، صلي مع بعض، يا اهم حاجة نصلي مع بعض، نحس ببعض، اخد وقت الزوج ياخد وقت من مهامه الكتيرة ومن صداقاته، يقضي وقت مع مراته، ياكلوا لقمة مع بعض، يتكلموا مع بعض، هي كمان يبقى عندها الاستعداد والامكانية تعمل كده طالما في وقت، طالما في وقت. لو بطلنا دي تيجي التجربة يحصل ايه؟ تلاقينا ايه؟ بعيد بعيد عن بعض خالص، مش على نفس الخط، لان انا ماشي في خط بفكر في مشاكلي وهي ماشية في خط بتفكر في مشاكلها. نيجي في وقت التجربة هنتقابل في ايه؟ تحت ضغط. ايه اللي هينتج من الضغط؟ احنا مش قريبين، احنا مش قريبين. عشان كده انا اوصي دايما مرة في الاسبوع العيال يقعدوا مع بيبي سيتر، يقعدوا مع حد قريب، مع ام، مع خالة، مع خادم، مع صديق، واحنا نروح نقضي وقت مع بعض عشان ناخد وندي. ايه اللي في دماغي؟ ايه اللي في دماغك؟ بنفكر في ايه؟ ايه طموحاتنا؟ حاجة اتغيرت ولا ما اتغيرتش؟ فدي اول جزء. الضغوط المادية كمان عايز اقول من ناحية لا يجب على الاطلاق، وهقولها لما لساني ينشف، ان نحط نفسنا في التزامات اكتر من امكانياتنا. ايه اللي هيحصل؟ هناخد البيت، هناخد البيزنس، هناخد العربية، هناخد whatever، وهنخسر مين؟ البيت، هنخسر الزوجة، هنخسر الزوج. احيانا يبقى الانسان متحمس جدا طول ما هو عمال يكبر، عنده طموحات، هتجوز يبقى عندي بيت كبير وهيبقى عندي عربيه وهيبقى عندي. انا بعمل كده على حساب مين؟ على حساب اهم حاجه عندي الناس اللي انا بحبهم، اللي انا مرتبط بيهم، اللي انا بقول قدام الكنيسه ان انا وهي واحد، انا وهو واحد. فالضغوط الماديه دي احيانا تكسر الديسين، الديس يبقى انسان بتاع ربنا لكن عنده طموح صغير قد كده، اما يجي يحاول يحققه وامكانياته مش جايه يضطر يعمل ايه؟ يضحي بمين؟ اهم ناس في حياته، وتبدا بقى المشاكل. ليه؟ بقى خلقه ضيق، مش عارف يجيب المورجش بتاع اخر الشهر، طب هجيبه منين؟ يبدا يحصل ايه؟ ياكل في نفسه. هي تبتدي تلاحظ ان هو ما بقاش لطيف، ما بقاش بيتكلم كويس، تبتدي هي تدافع عن نفسها، تبتدي تدافع عن نفسها، ولما تدافع عن نفسها يقول لك ابونا بقت ناشفه معايا. فلما سالت تقول لي طب ما هو اللي بدا، هو اللي بدا، طب ايه المشكله؟ علينا التزامات دي كده، لازم اشتغل مرتين وثلاث شهر شغلتين، لازم اعمل حاجه، نطلع من الاوبر whatever. فبالتالي الطريقه اللي هو عايش بيها اصبحت حاطاه في ايه؟ في ضغط نفسي، ما عندوش امكانيه يقعد معاها يتكلم، لما يقعد يتكلم كل فكره فين؟ ولما هي تقعد تتكلم كل فكرها فين؟ فالامكانيه الحاجات الماديه دي اللي في الصوره بتاعه المسيح شكلها ايه؟ الماديات شكلها ايه؟ ملهاش اي قيمه في القصه، ما بحطهاش في دماغه الشخص، مش في صوره ربنا. اللي عاش قال لك ولم يكن له مكان يعني يعمل ايه؟ ربنا كان عنده بيوت. حتى انا بتكلم دايما على الكلام على الكنيسه، حتى لو الكاهن في الكنيسه او للاسقف، لما دماغه كلها تبقى في المباني وفي التوسيع وفي التكبير، طب ما انت بتخسر في المقابل ايه؟ الناس، الجسد. فنقطة مهمة جدا، الضغوط المادية مش معنى كده ما بقالناش طموحات، طموحات الزيادة وحشة، وعدم الطموحات ايضا ايه؟ وحش. الاعتدال في الحتة دي كويس، في كل الامور دي هيبقى الاعتدال هو الايه؟ الكويس. الضغوط المادية صدق او لا تصدق ان يكون عندنا امكانيات كبيرة. العكس بقى، يعني ايه؟ يعني واحد يكون غني وربنا موسعها عليه، فيبدأ في تفكيره يعمل ايه؟ يفكر بطريقة مادية، كل حاجة بيفكر فيها تتحل بالايه؟ بالفلوس. يبدأ ينسى ان في جزء في حياته هو الجزء العاطفي والجزء الروحي، الفلوس عمرها ما ايه؟ ما هتحله. انا شفت ناس فوقهم اصلب واقوى من ناس اغنية كتير جدا. الفلوس الكتيرة مع الناس بتتعبهم اكتر من الفلوس القليلة، لانه بيضيع الدنيا، بيحول الاسرة بتاعته بذات الراجل من الاتجاه الروحي للاتجاه الايه؟ المادي. كل فكرنا هنطلع فين في الصيف، هنودي العيال فين في الكلية. وبالمناسبة الكليات الكبيرة دلوقتي كلها كليات ملحدة،
كبيره كلهم اللي هم يسموهم الايفي ليج، هارفارد ويال ويو ان سي، كل الناس دي كلهم ملحدين. فانا لو عندي امكانيه انا ممكن واحد يدخل ابنه كليات بسيطه وفي الاخر كلهم هيطلعوا اللي هم عايزينه، من ان احط في كليه ضخمه جدا الناس كلها بتشتاق ليها وعايزاها في الاخر يطلع الابن ايه؟ ملحد. فالفلوس الكتيره ضغط زيه زي الفلوس الايه؟ اللي ما تفتكروش ان الفلوس الكتيره بتحل حاجه، ما بتحلش حاجه ابدا. صوره ربنا يسوع المسيح والكنيسه ما فيهاش فلوس. الفلوس الوحيده اللي كانت موجوده في الصوره دي كانت مع مين؟ بس. الثانيه الضغوط الاجتماعيه. الضغوط الاجتماعيه. الضغوط الاجتماعيه هتيجي منين؟ من الاسره كبيره ومن الاصحاب ومن المجتمع. ما عندنا حاجه ثانيه في الضغوط الاجتماعيه؟ الشغل هعتبره جزء من المجتمع. الشغل، ان الشغل يبقى فيه قرف. هنا بقى النقطة اللي أنا عايز أقولها للزوج والزوجة، لما الشغل يبقى فيه قرف نتعلم نحط حاجز ما بين الشغل وما بين مين؟ البيت. البيت ده أحشائي، ده مصاريني، ما أقدرش أنا أحط كل حاجة على مصاريني، هيجي لي إيه؟ قولون عصبي. تبدأ الزوجة تتعصب وتبدأ العيال تتكهرب ويبدأ البيت في حريقة لأن الشغل عامل عليا ضغط. فأنا ما ينفعش إن أنا لازم نعمل طريقة إن أنا، ودي حلها ايه طيب؟ حلها الصلاة. لما كان ربنا يسوع المسيح مزنوق والضغط عليه جامد جدا من المجتمع وناويين يصلبوه، عمل ايه؟ دخل جسماني. جسماني كانت فاصل ما بين بينه ما بين المجتمع وبين التلاميذ. القديس يوحنا قالها بطريقة لطيفة جدا، قال لك ايه؟ لما جم يقبضوا عليه عمل ايه؟ قال لك جم يقبضوا عليه قالوا له، قالوا لهم انتوا عايزين مين؟ قالوا له في القديس يوحنا في الانجيل بتاعه 19 قال ايه؟ أو 18 قال من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم إن كنتوا عايزيني اعملوا إيه؟ سيبوا دول يمشوا. كأنه عزل ما بين الضغط اللي عليه وما بين مين؟ كنيسته التلاميذ. ما خلهمش يتعرضوا للضغط، لكن ما أسهل على الراجل لما يتزنق ويتغلب في الشغل بتاعه ويبقى مكسور ومهزوم إن يطلع غله في مين؟ في مراته. دي أسهل حاجة في الدنيا. وهكذا الزوج احيانا لما تتغلب وتتزنق مع عيالها والراجل يكون طيب تعمل ايه؟ اول ما يخش من الشغل تروح بخه فيه على طول. يبقى هو، ولو هو انسان مسيحي كويس ومش بيرد ولا بيعمل، بيشرب بياخدها الراجل. بس ايه اللي البفر، ايه اللي يقدر يرطب الحته دي ان الغلب بتاعي اطلعه فين؟ ما عندناش سكه تانية. الغلب لازم يطلع الاول فين؟ الصلاة. يبقى الراجل وهو راجع من الشغل يقعد في العربية شوية يكلم ربنا، طلع غله فين؟ في الصلاة. قبل يبقى عمل ايه؟ ما احنا اتفقنا جسماني، قبل ما يجي يقبضوا عليه هو عمل ايه؟ صلى، مش عشان نفسه، عشان حتى اللي معاه يبقى في حالة ايه؟ حماية، سلام، ما يبقاش الغل بتاعه او القرف بتاعه يطلع على مين؟ على التلاميذ. وقال لك وكان في حالة يدهش ويكتئب، يعني معناها في حالة من الرعب وعرق ونزل كايه؟ قطرات دم. لكن وهو واقف ما نسيش ابدا انه يعمل ايه؟ يفصل ما بين ده وما بين تلاميذه. ما كان ممكن يقول له ما انتوا اللي عملتوا كده وسويتوا كده، انا ناقصكم. ايوه يا شيخ. هو الانسان الزوج لو كان مسيحه كويس ما يقولش. هو صح كده، لان هو اللي شايل. انا هقول دور الراجل في الزيجه دور خطير جدا جدا. احنا دايما هما الاثنين لهم ادوار في الزيجه المسيحيه المظبوطه. المسيح شال ايه؟ الصليب، والكنيسه مشيت وراه وحبته عشان هو شايل ايه؟ الصليب. لو المسيح مش شال الصليب هنحبه؟ احنا عايزين مسيح من غير صليب؟ كان ابونا بشوي يقول لك اوعى تفتكروا ان احنا مسيحنا ينفع من غير الصليب. ما ينفعش، لانه شال الصليب وشال الحمل، ما خلاش الكنيسه تشيل الصليب، هو اللي شال الصليب. لان الكنيسه لو شالت الصليب هتهلك، هتروح. كان لازم هو اللي يشيل الصليب الاول. وبالتالي طب افرض ان الراجل مش انسان يشيل ومش انسان مسيحي تقي صوره المسيح، نعمل ايه؟ الزوجه بتعمل ايه؟ الزوجه بتصلي بترفع الراجل كانه عيل صغير في ايديها لمين؟ لربنا. تقول له يا رب عندي ايه؟ عندي زوج محتاجك، وريله السكه، خليه يتعلم منك، نبهه، صحيه. فالصلاه هو النقطه اللي ده انا عايز اوصل لها، لاني هقول لك في الاخر حاجه احنا هنضرب بعض.
وهنكسر بعض وهناخد حاجه في الاخر؟ لما انا اقعد اضرب في جوزي من هنا لغايه الصبح وهو ما عندوش الحكايه دي، وانا اضرب في مراتي واقعد اوبخ فيها واسبخ فيها طول الوقت وهي ما عندهاش، هطلع منها حاجه؟ مش هنطلع حاجه. بالعكس، ايه اللي بيحصل؟ الجوازه بيحصل لها ايه؟ طول ما انا عماله تتكسر وتتدمر. مش دي النموذج بتاع ربنا يسوع المسيح؟ ومن اسوء الحاجات اللي يعملها الراجل والست في الحاجات دي، المفروض انك تعمل كده، هو انا المفروض كنت الاخر. المفروض دي معناها انه ايه؟ انا بحط الرولز بتاعت مين؟ بتاعت العالم، بتاعت العالم. الضغوط الاجتماعيه زي الشغل احنا اتفقنا، والمجتمع اللي عايشين فيه برضو، السلبي والايجابي. عايز اقول لكم حاجه، كلمه جميله انا سمعتها، يقول لك ايه؟ يقول لك يندر من يحتمل التوبيخ، يندر من يحتمل التوبيخ، لكن لا يوجد من يحتمل الايه؟ الكرامه. شوف الكلام الجامد. يعني لما توبخ حد، قليلين جدا الناس اللي تستحمل، تقول لك الانسان الحكيم، يقول لك معك حق، عنده استعداد يقبل التوبيخ عشان يصلح نفسه، يعتبرها مكسب. لكن تعالى اكرم حد كده وقول كلام حلو فيه، صعب جدا حد يقاوم، يبتدي يحصل له ايه؟ يتنفخ ويفكر ان هو ياما هنا ياما هناك. نفس الكلام هقوله لما الامور الاجتماعيه تبقى كويسه ونعرف ناس كتير، يبدا يبقى العكس برضه. لما الشغل يبقى كويس يبدا الانسان يرتاح ويحس انه، ما انا برضه الاكستريم الثانيه غلط، لما يقول سفر الامثال مكسر الاصدقاء ايه؟ مخرب نفس. لما الامور الاجتماعيه تبقى حلوه وكل الناس، احنا نعرف كل الناس في الكنيسه ونعرف كل الجيران وبنزورهم وبنروح وبنيجي وبنعمل وبنسوي، ايه اللي بيحصل للحياه الروحيه؟ ففي بالانس في كل حاجه، كل شيء لازم يبقى له بالانس. اذا عرفنا اصدقاء اثنين او ثلاثه وعرفنا نتعرف عليهم وهم ناس روحيين بتوع ربنا وبيساعدونا نتقدم في حياتنا الروحيه، نقعد مع بعض نقرا كتاب مقدس. من اسوء الحاجات اللي انا عارفها في المجتمع بتاعنا، بنتكسف نقول يا جماعه تعالوا نقرا كتاب مقدس، بنتكسف تعالوا نصلي، نتكسف نقول كده. دي خيبه، خيبه كبيره، لان يعني احنا بنتصرف زي ما يكون ايه؟ زي ناس مش بتوع ربنا خالص. انا لسه قايل ان لما قلت لكم على المعجزه بتاعت لما سكت البحر دي، الكتاب المقدس بيقول لنا ان كلمه ربنا فيها نفس المفعول. لما الانسان يقعد قدام كلمه ربنا ويقعد يكتر فيها زي الهزيز فيها، يعني يكتر في الكلمه بتاعت ربنا ويسمعها مره واثنين وثلاثه، بيكشف له ربنا. لان كلمه المسيح ايه؟ روح وايه؟ وحياه. فلما بنقعد نجيب بعض ونقعد نسمع بننمو مع بعض. فلما يبقى في اسرتين ثلاثه قاعدين في اجتماع وبياكلوا، ما يفتحوش الكتاب المقدس ليه؟ فدي الحته الاجتماعيه، ده ضغط. غير لما تيجي بقى تزورني وهي عندها فستان شيك النهارده، وبعدين انا بعد ما تمشي جوزي ياخد الايه؟ الطريحه. شفت هو عمل ايه؟ جابت العربيه الجديده، شفت الجزمه، شفت الخاتم، دي بيجيب لها سولاتير. او شفتي هي كانت بتكلمه ازاي؟ تحترمه؟ شفتي ازاي هي كانت بتتعامل معاه؟ يبقى ده سكه الايه؟ سكه العالم. حقوقي وحقوقك، وفي ناس بتعمل احسن منك. دي مش صوره ربنا، دي مش صوره المسيح والكنيسه، ده اركان العالم. هو ده، هي دي اركان العالم اللي احنا بنقيس بيها كل حاجه، في منتهى الخطوره. حاجه الثانيه، الاسره. ده موضوع كبير برضو. انا مش طايق عيلتك، ما تقوليش كلمهم. طب وهي بقت عيلتها؟ كون انها بقت عيلتي وعيلتك معناها ان احنا ايه؟ ان احنا اتنين في شركه. انما هنا في 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 الغرب يقولوا كلام حلو قوي، يقول لك ايه؟ mother in law. يعني ايه mother in law؟ نعم؟ ايه؟ لا لا، mother in law يعني ايه؟ نو 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 نو، احنا ده مش معناها، مش معناها ده حامي عنه. mother in law مش معناها بالعافيه، احنا بنقول الحما، بس هي الكلمه الاصليه mother in law. يعني ايه mother in law؟ sister in law، brother in law، معناها انه اخ للزوج والزوجه برضه، بس باللو بتاع مين؟ لا 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 لا،
العالم احنا عايشين فيه عالم مسيحي، ففي جزء منه مسيحي برضه. ما نقولش ان اخو مراتي، ما فيش حاجه اسمها برادر ان لو في الايه في العربي، هي اخو مراتي، ما فيش حاجه اسمها، نسميه احنا نسيب، نسيبي، ده الكلام بتاع العرب الاسلام. لكن هو اصلا اخويا في القانون بتاع مين؟ بتاع ربنا. هو اخويا وهي امي في قانون ربنا، لان احنا الاثنين بقينا ايه، فالاخ هو اخويا بس في قانون مين؟ المسيح. ده اللي انا افهمه. يعني انا ما اقدرش اقول له انا مش دعوه باهلك، او ما اقدرش اقول لها انت مش دعوه باهلك، هم دول ابويا وامي، هم غلسين غلسين علي وعليكي، هم حلوين حلوين علي وعليكي، صح؟ فكون ان انا اقول اهلي واهلك، او حاجات الصعبه، ان الزوج يقرف لما مراته تبعت فلوس تساعد بيها اهلها في مصر، او الزوجه تزعل لما الراجل يكون بيبعت فلوس، يضطر يعمل ايه بقى هي ولا هو؟ يخبي ويسرق، يخبي ويسرق. ولما ابتدي يشوفه كده يبدا يحصل نوع من الفصل في الاكونتس، تبقى بدايه الايه، النهايه، نهايه بدايه النهايه. لان حتى من الحاجات الاساسيه اللي هنشوفها في الجواز اللي عمله ربنا، عايز اقف هنا واقول الحته دي بالذات، لما يبتدي الزوج والزوجه يخبوا عن بعض حاجات، يخبي يغطي حاجات، تكسر العلاقه اللي كان ربنا عايزها من الاول. ربنا خلق الزواج الاصلي اللي هو في الكرييشن، خلقهم ايه؟ وقال لك وكان ادم وحواء ايه؟ عريانين. ما بنبصش للحته دي احنا كويس. وهما لا يخجلان. كانوا عريانين قدام بعض، قدام مين؟ قدام ربنا، ما كانش في مشاكل خالص. يقولوا المعلمين اليهود ان كلمه عري وكلمه حيله او خبث يعني مزفلط، ده كلمة واحدة. الكلمة في العبري أروم وأروم، أروم عريان، أروم خبيث. فالرباي المعلمين بتوع اليهود قال لك كتبت بالطريقة دي، روح قدس كتبها بالطريقة دي عشان خاطر يقول لنا إن الخبث بتاع الحية كان موجه ضد إيه؟ العري، ده الاحتراف بتاعها، ده الخبرة بتاعتها، دي أكتر حاجة ممكن تعملها إنها تكسر الإيه؟ العري بتاع ادم وحواء. طب ليه ربنا خلاهم عريانين؟ اللي حصل في التجربه حسب الفكر ده، عشان احنا مش فاهمين، اللي حسب الفكر ده ان التجربه جت موجهه ضد العري، مش ان الوصيه. كل الفكره في الاخر ان هم يكتشفوا ان هم ايه؟ ويخجلوا ويغطوا نفسهم. ليه؟ قالت لو انا قدرت اكلهم الشجره بدري هيعرفوا ان هم كانوا عريانين، لان بقيه الحيوانات اللي خلقها ربنا متغطيه. كل الحيوانات متغطيه، عندهم فرو، عندهم شعر، عندهم قشر، عندهم ريش. ف ايه الفكره؟ ليه ربنا خلقهم بالذات ادم وحواء بالذات لا عندهم شعر يغطي كفايه، ولا عندهم ريش، ولا عندهم حراشيف، ولا عندهم جلد تخين، ولا عندهم حاجه من الحاجات دي؟ ليه خلقهم عريانين؟ قال لان الانسان مخلوق حر، مخلوق حر، مش هيحصل وحدة كاملة إلا لما يكون إيه؟ قادر إنه يكشف نفسه. لما تيجي تتعرف على حد فكر فيه، دي لها معنى كبير جدا. تيجي تتعرف على حد تقول له صباح الخير، صباح النور، كلام ما فيهوش أي حاجة عنك، الجو كويس النهاردة، الجو مش كويس، ترامب راجل كويس، ترامب مش كويس، إلى آخره. عندي تخش شوية أقول لك إيه؟ لا أنا مش عاجبني ترامب. يبقى أنت حددت نفسك إن أنت إيه؟ من مجموعة معينة. دخلنا شويه جوه، وبعدين لما تدخل تخش شويه جوه، وبعدين تتكلم على طموحاتك، انا نفسي اعمل كذا وكذا وكذا، بتكشف ده لكل حد؟ لا، تكشفه للناس معينين تقدر مش تطمن انهم مش هيضحكوا عليك لما ايه يشوفوا انت طموحاتك ايه. خش شويه كمان تبتدي تكشف ايه؟ ضعفاتك، الحاجات اللي انت او انت ايه بنتكسف منها، دي ما بقولهاش غير مين؟ لإيه؟ الناس اللي أنا بسميهم أصدقاء إيه؟ حميمين. حد قريب مني جدا أقول له إيه؟ حقيقة أنا عملت عاملة زي بعضها. لما بنروح لربنا في الاعتراف بنكشف الحتة دي. لأن في حتة بقى أقرب من كده، هي احتياجاتي الخاصة اللي محدش يعرفها. الحاجات اللي أنا أحب إن أنا أو عايز أوفيها، عندي احتياجات معينة محدش هيقدر يوفيها غير حد واحد بس في حياتي، اللي هي الزيجة. فدي انا اسميها ايه لما بنكشف المراحل دي؟ ده ايه؟ ده عري. مين يقدر يقول النهارده انا حقيقه عايز انام مع مراتي؟ هنقولها لمين دي؟ او عايز انام مع زوج، مع جوزي، علاقه جسديه، هقولها لمين دي؟
ارفع سماعه التليفون واكلم ابونا. مين الشخص الوحيد اللي هقولها له؟ الزوج والزوجه. يبقى دخلنا في حاله ايه؟ كشف تام، كشف تام. من غير ده مفيش ايه؟ جسد واحد. من غير ده مفيش جسد واحد. لو هبتدي اخبي يبقى انا بعمل ايه؟ برجع لورا، بغطي حاجات عندي مش عايز اقولها للاخر. اللي عايز اقوله هي العري اللي عمل ربنا كان هدفه ايه؟ الوحده. كل ما بنقرب من بعض اكتر من اجل هذا يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون الاسنان ايه؟ فلما نبدا نغطي يبدا يحصل ايه؟ ان الجسد الواحد يحصل له ايه؟ شويه شويه لغايه لما يحس ان الاثنين هم غرب عن بعض، مش قادر حتى اقول لها صباح الخير. هي مش حاسه بيا، ما بتسمعنيش. لما بتكلم في حاجه هي ما بتسمعنيش، ولما انا بتكلم في حاجه هم ما بيسمعنيش، ما بيتكلمش معايا في حاجه لها معنى. هي كلها مصالح وبنقضي مصالح مع بعض، فلما تيجي هي تخبي عنه ولا هو يخبي عنها بنعمل ايه؟ بنكسر ايه؟ بنكسر الوحده. هي دي، وده اللي عمله الشيطان. اول حاجه حصلت بعد الخطيه هي ايه؟ اول حاجه فقال لك ايه؟ فللحال انفتحت عينهما وعرف انهما عريانين، راح عملوا ايه؟ استخبوا، استخبوا من بعض واستخبوا من ربنا. وبدا الادم يتكلم، مش جسد لحم من لحمي وعظم عظم من عظمي، بدا يقول ايه؟ المراه التي اعطيتني، معناها بقت اصبحت ايه؟ غريبه. فالعري اللي خلقه ربنا عشان الانتمسي تحصل، عشان يبقى فيه جسد واحد، الشيطان نجح يكسره بانه يغطيهم من بعض. دي الفكره بتاعت التجربه. لو انا هطبق الكلام ده على الزيجه النهارده، الناس اللي في العالم اللي عايشين حسب اركان العالم يقول لك ايه؟ حقها وحقك. اصبح فيه ايه؟ اتنين كيانين. لكن الانسان المسيحي يقول ايه؟ ايه اللي خلانا ننفصل كده؟ ايه اللي خلانا نبعد كده؟ هنا ربنا طلع الصليب عريان وادى جسده لتلاميذه، ما قال لهم ما فيش حاجه، انا هديكم كل حاجه، كل حاجه هتاخدوها مني، ما فيش حاجه هخبيها عنكم. ولما حب ما يدهمش معرفه اليوم الاخير، هو نفسه ما سالش عنه. دي حته ما بنفهمش، يقول لك ولا يعلم هذا اليوم الا ولا الابن. هنا يقصد ان في التجسد بتاعه هو موجود معاهم في العالم، ما سالش السؤال. ربنا نفسه ما سالش السؤال في باله، عشان عارف انه هيديهم كل حاجه. فلو هياخدوا كل حاجه يبقى السؤال ده لازم يكون بره الايه؟ فهو ما سالش عنه، لان هو كبشر في التفكير البشري بتاعه من الناحيه البشريه بيتعلم زي اي حد. بس في تعليمه الاب هو اللي بيجاوب له على الايه؟ الاسئله. يسال والاب ايه؟ يجاوب. فلما ما سالش السؤال ده، لان هو مش عايز يخليه في فكره، فالسؤال ما جاوبش. فهو لكن بعد القيامه ايه اللي حصل؟ قال لهم ليس لكم ان تعرفوا السلطان، لكن في وجوده في الجسد كزوج ادى كل ايه؟ حاجه. فلو هو مش هياخدها احنا مش هناخدها. مثلا لو كان هو طلب وما ماتش احنا كنا مش هنموت، لكن ربنا ايه؟ مات. يبقى كلنا لازم نعمل ايه؟ فاللي خده هو هناخده احنا، وبالتالي معموديتنا هي فيها نفس الكلام. فبالتالي ما ينفعش ان الزوج والزوجة يخبوا عن بعض اي شيء من اخر كده، ولا امور روحية ولا امور جسدية ولا ملايكة ولا رؤى ولا احلام ولا حاجة، ان هما كيان ايه؟ بكل معنى الكلمة. وبالتالي اللي يهينه يهينها، واللي يكرمه يكرمها، واللي يكرمها يكرمه، واللي يهينها يهينه. لو العلاقة هتتقلب هيبقى فيها حتة كرامتي وكرامتك وكرام وإهانتك وإهانتي. الإنسان الزوج اللي ما يشوفش زوجته على إنها جسد وجزء منه هو فقد الصورة دي، واللي هي ما تشوفش الراجل على إنها راسها وإن هو كرامتها وكده يبقى هي فقدت الحتة دي. هو عليه إن هو يعيش صورة المسيح بكل تفاصيل. الأسرة ممكن تبقى تدخلات، يعني ايه؟ مش بس ان انا بخبي علاقتي بالاسره او اقول دي مش بتاعتي، اتخذ تدخلات. الحما تبتدي تفرض كلامها على البيت، الزوج يزعل. والحما تفرض كلامها على البيت والزوجه تزعل. الزوج والزوجه هنا لازم يكونوا في منتهى الايه؟ التمييز. مين يجي الاول في الزيجه؟ الزيجه المسيحيه، مين يجي الاول؟ الزوجه والزوج. لانه قال الكتاب بمنتهى الوضوح من اجل ذلك يترك ويلتصق. يترك مين ويلتصق بمين؟ لو الراجل هيفضل طول عمره ملتصق باهله ومش قادر يسيبهم
ومش عارف يتصل، مش عارف يتصل بمراته خلاص. ده معناها يخلق حاجه يحط واحده. من اجمل الصور اللي نشوفها دي اسحاق، يقول لك لما جابوا له رفقه قال ايه؟ وتعزى وادخلها خباء امه. انا عندي صورتين في سفر التكوين في منتهى الجمال. اسحاق دخلها خباء امه وتعزى بها عن امه ساره، يعني خدت مكانه مين؟ فلو امه موجوده عمرها ما هتخش خباء، هتخش تبقى واحبها يا بعد متزوج يا يعني معناها العلاقه بقت علاقه رسميه، شيء في لها معنى. حاجه تانية، يعقوب قلت لكم دي قبل كده وهقولها تاني. لما يعقوب شاف رحيل في القصه الوحيده اللي في الكتاب المقدس كله اللي تقول ان راجل بس واحده، لما شافها قال لك فجرى يعقوب او يعني راح قال لهم دي مين؟ قالت له ده رحيل بنت لبان، عرف انها بنت ايه؟ خاله. فراح لها وراح بسها وقعد يعيط. طب بيعيط ليه؟ عشان غالبا شبه امه لانها بنت خاله. فهو تعوضوا عن مين؟ فلازم رفقه تتشال عشان خاطر تخش رحيل. واحده اتشالت بالموت والثانيه اتشالت بالايه؟ بالسفر. فكل الحالات تقول ان لابد ان الانسان ينفصل. من اجل كده برضو نقول للزوجه انسي شعب، انسي يعني معناها انسي ايه؟ مش بس تسيبيهم فيزيكالي، معناها ايه؟ طلعيهم منين؟ من دماغك، ما تحطهمش في الصوره تاني. انسي شعبك وبيت ابيكي لان الملك قد اشتهى حسنك، او الرجل اشتهى نقولها في الكنيسه بطريقه مؤدبه، اشتهى ايه؟ طهرك. اللي بعده الحاجات الداخليه، انا بس عايز اقول دي امثله. الداخل، من الداخل في مشاكل نفسيه وروحيه وجسديه. في حاجات لما قبل الجواز بنقول خلي بالكم دي اشارات حمراء، ودي نوصي بيها عيالنا برضو. في اشارات حمراء في الجواز قبل ما نتجوز لازم نبص عليها كويس ونقف، مش معنى كده مش نتجوز بس لازم نبص عليها. ايه الاشارات الحمراء في الراجل او في الست؟ ايه الحاجات الحمراء اللي صعب التعامل معاها جدا؟ انا بقول دي بتكسر الدنيا. واحده منهم الراجل البخيل والست البخيله. يعني من الامثله اللي انا اشوفها دايما معزيه جدا المثل بتاع رفقه. لما الخادم راح يجيب رفقه لاسحاق طلب من ربنا اشاره لها معنى. قال ايه لربنا؟ قال له لو انا رحت قلت لها اسقيني، وراح عند البير اللي بيتجمعوا فيه الستات، اسقيني وقالت لي اسقيك واسقي مالك، يبقى هي دي. طب اشمعنى دي؟ اشمعنى اسقيك؟ ها؟ هي كريمه، طبعها معطي لاي حد. هو واضح ان الراجل العبد ده راجل كبير متجوز ومش هو اللي هيتجوز، فمش شكله مش هيفرق معاها، لكن هي عندها الطبع ده، لما حد يطلب منها حاجه تعملها اكتر. بس هتفرق معاها لان بعد كده هو هيروح البيت لو بخيل بقى بخيل عليه، ما هو برضه ممكن ممكن تبقى بس ممكن. فاللي عايز اقوله هو طلب منها قالت ليه اسقي جمالك؟ لان الجمل بيشرب قد ايه؟ ما احنا عشان ما عندناش فكره، هي تفرق الناس اللي عندهم الجمال يعرفوا كده. الجمل بالذات بيشرب جراد الميه، فهي بتجيب الجردل بطلوع الروح، لان بينزل تحت الجردل وترفعه من مشوار لغايه لما يطلع لغايه. فكل جمل معاه 10 جمال مثلا جايب هدايا قد كده حسب كرم ابراهيم. ابراهيم كان غني فكان هيجيب معاه مثلا 10 جمال اقله، كل جمل هيشرب له جردلين، يبقوا كام جردل؟ 20 جردل غير اللي هيشرب بيه الناس اللي معاه. فيبقى فيه قد ايه وقت وقد ايه مجهود، ما بخلتش بيهم، بالعكس هي اللي تطوعت. فهي طلب ان الست دي انها تكون كريمه. اي حد في التعامل بتاعه في الخطوبه بخيل، انا اوصي ان احنا نهدي اللعب شويه. بخيل او بخيله، سواء بخيله في مشاعرها او في كلامها او في عطاها، وهكذا الرجل البخيل في امكانياته الماديه او عنده ما بيديش، يكون عنده ما بيديش، لكن هو فقير مش بيدي، هيدي على قد ما يقدر، لكن بتكلم يكون عنده وما بيديش ويستخسر. دي فظيعه. ايه تاني؟ مشاكل النفسيه. واحد عنده غيره او واحده عندها غيره، كارثه كارثه. من الواحد اللي مش حاسس ان له قيمه، ده انا اتعامل مع اي حد في الدنيا واحد عنده صغر نفسه، لانك مهما تحاول تقنع فيه انه فعلا كويس وانك انت بتحبه عشان عنده امكانيات، وما عندوش امكانيات بتحبه، هيفضل دايما حاسس انه ايه؟ انت بتضحك عليه، ما يصدقش اي حاجه. حاول تقنعه، استحاله. فالبخل، الغيره قاسيه كالهويه، الغيره بتدمر الدنيا. والايه؟ وصغر النفس، اللي دايما حاسس انه قليل في نظر نفسه او في نظر الناس، مش مقتنع ان اي حد ممكن يحترمه او يحبه، فبالتالي بيشكك فيه
الحته دي. دي مشاكل نفسيه قبل الجواز لازم الواحد ينتبه لها. لو احنا ما اكتشفناش لغايه بعد الجواز بقى ايه؟ صليب هيتشال لغايه لما ربنا ايه؟ يقرر. هو ربنا اللي هيقرر انه يشيله من علينا. لكن هل معنى كده ان انا ارمي الشخص عشان عنده المشكله دي؟ هو نفسه في نار. هو نفسه في نار. في الزيجه احنا بنشيل. عشان كده الزيجه فيها شيل، بنشيل. وبالتالي القديس يوحنا زابيل فهم في كتابه عن الزيجه والكهنوت كتب حته حلوه، قال لك بيقول للرجاله قول له انتبه كويس قبل ما تتجوز هتختار مين، لان بعد الجواز ما ينفعش ايه تسيبها، هتبقى شلتك للاخر. عشان كده بنعمل احنا دلوقتي في البروشيه هنا هنبتدي نعمل حاجه اسمها ايه؟ تحضير للجواز. نتكلم في الحاجات دي كلها، صوره الزيجه شكلها ايه؟ انسى حته حقي وحقك. افرض ان الراجل بعد ما اتجوزناه او اتجوزت الست جالها كانسر بعد الشر وطردوا يشيلوا الايه؟ بعد شر على اي حد يشيلوا البريست، الصدر اتشال، انسبهم؟ افرض الراجل بعد ما اتجوز جاله بعد شر كانسر في حته بتاعت الخلفه ما قدرش يخلف، هرميه؟ احنا بنبص للحاجات الجسديه بنقول حرام ما ينفعش. طب وايه رايك في الحاجات النفسيه؟ الا اذا الراجل كان عارف عنده مشكله معينه او المشاكل النفسيه الكبيره بقى زي الشيزوفرينيا والحاجات دي، عارف وايه ومخبي، دي تبطل الزيجه، الزيجه تقف. لو في عدم صدق باي نوع من الانواع في الزيجه توقف الزيجه. المشاكل النفسيه اللي ممكن تحصل تاني ايه؟ الحاجات التانية الاكتئاب، القلق، مشاكل نفسيه بتحصل بسبب الضغط الجامد على حد يبتدي يتكسر ويبان عليه الاعراض دي، بنعمل ايه؟ الحل بتاعها طبعا ان الطرف الثاني يحتمل ويصبر ويبدا يفتح الموضوع شويه، مثلا مع اب الاعتراف، مع حد حكيم، مع البيت، وبنقدر نعالج الحته دي. لان الاكتئاب والقلق دلوقتي بقى لهم علاجات، ليه علاج مش ملوش علاج. فمن ناحيه الحب والسبورت، السند ان يتسند الشخص ويحس ان حد معاه. اللي في حاله زي كده بيبقى مديون، بيحس ان هو انسان مسيحي زي ما احنا بنتكلم، بيحس انه مديون للاخر لانه سنده واقف جنبه جنب الايه؟ يقول لك ما سابتنيش وانا ايه؟ تعبان، دي انسانه اصيله ما سابتنيش. تقول ده كان انسان اصيل لما انا كنت في الحاله بتاعتي التعبانه دي ما سابنيش. بس في نفس الوقت بنطلع نتحرك شويه ندور على مساعده. الاكتئاب والقلق والبانيك اتاكس والحاجات دي كلها لها حلول دلوقتي، فانا بطلع شويه اتكلم مع لها حلول طبيه، دواء، لها ادويه، لها ادويه. مشاكل روحيه، الزوج ممكن يكون عنده مستوى روحي وعلى علاقه مع ربنا كويسه قوي، لكن الزوجه ايه؟ لسه. ده وضع طبيعي. الكنيسه كانت في وضع روحي شكله ايه؟ لما ربنا جالها وخطبها وحش جدا. فعمل ايه هو؟ سندها ووقف معاها لغايه لما ايه؟ طلعها. بس هو عمل الشغل كله. هو اللي بقى زي مدرس مدارس احد. هنا الزوج او الزوجه بيعملوا زي مدرسين مدارس الاحد، يجيب الشخص الثاني ويطلعه كطفل معاه ويعلمه شويه شويه لغايه لما ايه؟ يبتدي يدوق في الاول، لان في محبه كبيره جدا. ما نتكسفش ان احنا نتكلم في الامور الروحيه، تعال نصلي، تعال نقرا كتاب مقدس، تعال نتفرج على فيلم روحي، تعال نعمل كذا، تعال نعمل كذا. لو الاثنين على نفس المستوى بتبقى فردوس، بتبقى جنه. لكن لو الاثنين مش على نفس المستوى بيحصل ايه؟ بناخد وقت عشان نتعب عشان يبدا الانسان يتحرك في الاتجاه ده. مشاكل روحيه تانية ان يكون في خطايا معينه او ضعفات معينة عند حد. بسمع كتير القصة دي. الزوجة اكتشفت ان جوزها بيعمل عادة سرية بيتفرج على صور على الانترنت. والدنيا تقوم. هنا الصورة المسيحية والصورة بتاعت العالم. لو شافت كده في الزوج وزعلت على نفسها دي ايه؟ قال انا مش مكفياه. بسمع القصص دي كتير انا مش مكفياه وانا مش مالي يعني. يبقى الموضوع على ايه؟ على كرامتها هي، وبقينا عايشين كاننا ايه؟ لكن هي لو خافت عليه لان هو شريكها الروحي وان هو جزء منها، ان هو بيخطي ومزعل ربنا
وعايزه تلاقي له حل، مش هتتعصب التعصب ده كله، هتفكر فيها كانها ايه مشكلتنا ان احنا تعرضنا الشيطان استغلنا في الحته دي. بتفرق لما الشخص يتكلم، لو هي خدتها على نفسها بتبدا تعمل ايه؟ تزعل منه. طب ولو خدت على انها مشكله روحيه بتعمل ايه؟ بتزعل عليه. الفرق بين الاثنين جدا، لما تزعل منه بتعمل ايه؟ بتتخانق معاه. لما بتزعل منه بتتعصب عليه. ولما ما بتزعل عليه بتصلي له وبتزقه انه يروح يعترف، بتزقه انه هو يتملي روحيا، بتدي له احتياجاته اللي هو محتاجها في الوقت المناسب الى اخره. لكن لو هي بتاخدها على نفسها بتبدا تعزل منه، ولما تعزل منه بيحصل ايه؟ الموضوع بيزيد ولا بيقل؟ بيزيد طبعا. طبعا بيزيد لانها واخده منه جانب. دي نقطه ثانيه هقولها، مش مسيحي على الاطلاق ان الزوجه تستعمل الجزء الجسدي في سيطره على جزء ما تسيطر عليه لما تبقى عايزه حاجه. مش حاجه مسيحيه ابدا، دي مش تبع ربنا خالص. لان اللي قاله بولس كده، ولا يكون تسلط للرجل على جسده بل للايه، ولا يكون للمراه تسلط على جسدها بل للرجل. لو هي تستعمله ما بقاش تسلط للرجل، بقى تسلط لمين؟ ليه هي. وانا بسمعها كتير جدا، الرجاله كتير يشتكوا كده، وناس منهم ناس مؤدبين بيتكسف يقول، لكن تبقى باينه من الكلام وهو بيتكلم. انا هو تعبان بيجي بيعترف مثلا، بيعمل عدشه بيقول لي انا رجعت بقيت زي المراهقين يا ابونا. اقول له ليه؟ اقول له بقى ظروفنا مش كويسه. انا هو يقول ظروفنا مش كويسه، انا عارف ان ايه؟ ان تمنع نفسها. دي خطيه قدام ربنا، خطيه كبيره جدا. ليه نعمل دي؟ دي اصغر حاجه، دي شيء سهل وبسيط في العلاقه الجسديه، مش محتاج عقد الدنيا عشانه. ده شيء بيتعمل اوتوماتيك، ربنا حطه في الجواز عشان ايه؟ الاثنين يصيروا. لو انا هقفل دي بقى فضل ايه؟ ولا حاجه. فبلاش نحط الحته دي. مشاكل روحيه تانية، ان يبقى في كبرياء، يبقى في حته كرامتي، ان انا ما اتعاملش بالطريقه دي. لما تسمع الزوج يقول للزوجه لا ما انا بتعاملش بالطريقه دي، او هي تقول له ايه انا عمري ما اتعاملش بالطريقه دي. لو هي بتبص على الزيجه من الناحيه الروحيه من ناحيه ربنا، تقول له ايه ليه نعمل كده ونزعل ربنا مثلا. ما تقولوش ايه انا ما اتعاملش بالطريقه دي، او هو يقول لها انا ما اتعاملش بالطريقه دي. في حته الكبرياء الكرامه في الزوج والزوجه، ما فيش كرامه. هي دي نقطه خطيره جدا. اللي يهين الزوجه يهين مين؟ لو هو اهانها وشتمها هو بيهين مين؟ نفسه. فهي ما تاخدهاش على نفسها، هي تقول له ايه؟ اقول له ايه؟ ربنا يسامحنا لان احنا دلوقتي بنهين بنكسر في بعض بمعنى اصح. ودي نقطه ثانيه، وجهه نظر ثانيه خالص للموضوع. المشاكل الجسديه اذا كان في مرض، اذا كان في حاجه، كل ده بيحط ضغوط على الصوره. وبنتصرف ازاي؟ بناء على هل انا صوره المسيح والكنيسه ولا اركان العالم؟ هو ده اللي محكوم بالموت ومحكوم بالخطيه ومحكوم بالرغبات الجسدية. اللي ما عندوش إمكانية يصوم مش هيقدر يفكر زي المسيح والكنيسة، مش هيقدر، وهيعيش حسب الفكر اللي ادهولنا آدم وحواء بعد السقوط، المرأة التي أعطيتني، وتقول له هي الحية. ونخش في الإيه؟ في اللوجيك ده، العقل ده، العقل بتاع العالم. ونظن إحنا لما بنتعلم السيكولوجي بتاع العالم إن إحنا بنعمل حاجة حلوة. الحقيقة إحنا في السيكولوجي بتاع العالم بنهد صورة مين؟ اللي جه لعمل ربنا، اللي قام الاموات بطبيعه تانية خالص. لو انا مش هعرف اجيت ان تاتش، اتلامس مع ربنا في الاسرار، في الكتاب المقدس، في الصلاه، مش هعرف يعني ايه يجب ان اعيش. هيبقى الموضوع كله فكر اركان العالم اللي احنا اتكلمنا عليه. ودي المصيبه الكبيره اللي احنا فيها دلوقتي. بقى في تشويش، غلوشه على الصوره اللي احنا محتاجين نعيش بيها. من أسوأ الحاجات اللي عايز اختم بيها هي ظن السوء. شوف المحبة فيها لسة كده، يا ريت ان احنا نفسي تعملوا دي كواجب اذا نروح النهارده. الصورة بتاعت ربنا يسوع المسيح والكنيسة هي صورة المحبة، اللي قال تحبوا بعضكم بعضا كما، هي دي المحبة الزيجية صح، هي دي. عايز تاخدها كورنثوس الأولى 13، كورنثوس الأولى 13 من 4 ل 8، احفظوهم، هم 16 بند، 16 احفظوهم وشوفوا ازاي ينطبقوا علينا. لما تيجي تفحص نفسك في الزيجه وتفحصي نفسك في الزيجه، قول يا ترى انا بطبق دي ولا بطبق حاجه تانية حقي وحقك. ايه ال 16 نقطه؟ ايه هم؟ المحبه ايه؟ اقراها لكم. تتأنى
وترفق. لو انا بقول ان انا بحب مراتي ولا بحب جوزي يبقى لازم اعمل ايه؟ اخد الحاجه بالهدوء، ما اقفش. مش لما تعمل غلطه بقى مستنيها غلطه هطب على زماره رقبتها اخنقها. ازاي تعمل فيا كده؟ لو في محبه، لو بجد انا بقول ان انا بحبها ولا هي بتحبني، يبقى لازم اعمل ايه؟ ناخد الامور بايه؟ تأنى وترفق. دي كلمتين هما حاجه واحده. يعني ما انا ما تسمعش كلمه وتطير بيها وتحكم عليا، اصبر. تاني لا تحسد. يعني ما انا شفت، انا اقول لكم حقيقه، شفت الزوج يغير من مراته، يغير منها، وشفت الزوجه تغير من جوزها، تغير منه في الشغل، في الفلوس، في الامكانيات، في العيله، في الصداقات، في اللباقه، في الفكر. ده معناها ان هم مش ايه؟ مش واحد. ايه تاني؟ المحبه لا تتفاخر ولا تنتفخ. معناها ما يتكبرش واحد على التاني، يقول له ايه؟ شوف بقى انا عملت دي، رايك انا عملت الكلمه الحاجه دي، شفت ازاي بقى انا حلو قوي، او انا احسن منك، او انا احسن منك. ايه تاني عشان نقولهم بالترتيب؟ لا تقبح. دي خطيره جدا. ما يقولش الزوج لزوجته ايه القرف اللي انت لابساه ده، ولا كرامته تنقح فيه، يقول لك ايه انت عامله زي مش عارف ايه، عامله زي الرقصات. كلام صعب ده. ايه يقبح؟ او هي تقول له ايه اللي انت بتقوله ده، كلامك زي الدبش ده. ايه يقبح؟ لكن الطريقه في الكلام تبقى لها ملح، لها طعم، توريله ان هي بتحبه، تقول له ايه بتقول له ايه يعني، مثلا تقول له انا صعبان عليا ان انت تقول الكلام ده، يصعب عليا الكلام ده الى اخره. يعني بمعنى صح، في طريقه للعرض الموضوع تقول ان الانسان مش قرفان. لا تطلب ما لنفسها. دايما في التفكير وفي الكلام يبان واحد اناني من واحد ايه؟ من واحد مش اناني، واحد بيفكر في التاني دايما. ودي اللي احنا عايزين نوصل له، ان الانسان اللي عايز يبقى زي المسيح كزوج، ولا عايز يبقى زي الكنيسه زي كزوجه، بيفكر دايما الكنيسه ازاي ترضي مين؟ المسيح. والمسيح ازاي يعمل ايه؟ يخلص الكنيسه. لا تحتد. لما يبقى العمليه سخنه جدا ويبتدي يبقى ناشف في الكلام بتاعه او هي تتكلم الاحتداد هنا مش معناه بس الكلام، المحتوى وطريقه الايه؟ الفوليوم. لما الفوليوم بتاعنا يبقى على الاخر معناها عايز اعمل ايه؟ عايز كنترول. اللي صوته اعلى هو اللي ايه؟ خدوهم بالصوت لايه؟ ليغلبوكم. انا عايز اغلب فلازم اعمل ايه؟ اعلي الصوت. ده في التعامل مع العيال والتعامل مع الزوج والزوجه برضه. لا تحتد ولا تظن السوء. دي اصعب واحده، عايز اقفش عندها شويه. في قصه من القصص، الزوج عايز يسيب البيت. ليه؟ الراجل ده بخيل، بخيل جدا لا يطاق، لا يعاش مع عشر. فانا اروح اكلمه يقول لي ابدا. انا قلت بقى هروح الاقي معاه ايه؟ نص مليون تحت السرير في البنك، معاه مش عارف 10,000 دولار ولا ايه. طب ازاي يا ستي بخيل؟ هو فين الفلوس بيوديها؟ قالت لي عشان بيخبي مني، مخبي الايه؟ الفلوس، ومخبي الورق، ومخبي كل حاجه. طب انت مخبي ليه؟ قال لا، هي قالت انها هتاخد الفلوس وتمشي. قالت له لا، هتاخد الفلوس وتمشي. البيضه ولا الكتكوت؟ انت مين اللي ابتدى؟ هي الفكره ان هما الاثنين ايه؟ شاكين في بعض. ان هو بيخبي الفلوس عشان هو بخيل، يبقى بخيل، قد يكون لا بخيل. وهو بيخبي الفلوس عشان هي ايه؟ هتاخد الفلوس وتمشي. طب ايه القصه تتحل ازاي؟ طب انت بتعمل كده ليه؟ قال انا عايز احط اعمل اجيب بيت او ريفاينانس البيت اللي عندنا، فمحتاج قرشين عشان اديهم ايه للبتاع. مش بيحوش حاجه الراجل. فقالت لي هو عمره ما قال لي كده، ما قاليش كده، انا ما اعرفش القصه دي. طب اديها الحاجه. قال انا عندي مستعدات اديها دلوقتي، بس تقعد تسمع. طب يلا وريها كل حاجه قدامي. يبقى المشكله فين؟ بيظن سوء في بعض. فكل التعاملات بينهم وبين بعض ايه؟ هي كلها ظن وحش. ولان مفيش معامله بينهم وبين بعض في الامور العاديه، مفيش اخذ وعطاء. الطبيعه بتاعت الانسان هو مفيش عري. الطبيعه بتاعت الانسان
هي الدفاع عن النفس. من ده الطبيعه الايه الوقعه السقطه، بتدافع عن نفسها طول الوقت. انا هتغبن، هيضحك عليا، حتى من اقرب الناس ليا يقول لي شوف، حتى اقرب الناس ليا هتضحك عليا. قلت له انا بدموع بتقول انا مش هاخد حاجه، انا ما كنتش اقصد اقول لك ان هناخد فلوس، انا كنت عايز اخد ورقي عشان انا محتاجه، فانا ما اقدرش اعيش معاك، انت انسان بخيل وبتاعك، انا مش عايز اخد منك حاجه يا عم، فلوسك مش عايزاها، انا عمري خدت منك حاجه. قال لها لا. امال فين المشكله؟ فين ظن السوء؟ عشان كده المحبه تصدق كل شيء وما تتوقعش السيء، دايما تتوقع الايه الخير وتدي عذر. تاني لا تفرح بالاسم، ما تفرحش ان واحد وقع في غلط، ما تبقاش اكسايتد، بل تفرح بالحق وتحتمل كل شيء. اللي بيحب يستحمل، عندك عيل بالذات العيل احنا عارفين كده، العيل في انا بعاني دي في المدرسه، العيل عمره ما يعمل حاجه غلط في عينين ابوه وامه، يبقى هو مقطع الدنيا كلها في المدرسه وعامل المشاكل اللي ماتها، لكن تيجي تتكلم على الاب والام ابني ما يعملش كده ابدا، لازم البنت اللي جنبه. العيال التانيه كلها ايه غلط، وهو بالذات ولا هي بالذات، وهو يكون ايه. هي دي قصة المحبة، تعمل ايه؟ تغطي العيل. ما عمره او لو احنا بحب ما شوفش الحبيب حاجة ايه غلط. بيقول تحتمل كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء. عندي امل ان الانسان يتحسن، دايما عندنا رجاء ان الامور هتتحسن، ان الشخص هيتحسن. ما يبقاش عندي رجاء لما اسمع الكلمة دي، بقى برضو تبع اركان العالم، ابونا الراجل ده عمره ما هيتغير، ابونا الست دي ايه عمرها ما فيش منها فايده، يبقى انا عارف ان مفيش ايه محبه. وتصبر على كل شيء، المحبه لا تسقط ابدا. ده اللي احنا محتاجين نعالج او نراجع نفسينا فيه، نراجع نفسينا. احنا بنفكر باركان العالم السقطه، الطبيعه السقطه اللي العالم كله عايش بيها واللي عايز يعدينا بيها، عايز ينقلها لينا. ان احنا نفكر في الزواج بتاعنا زي ما العالم بيفكر، حقوقي وواجباتي وواجباته وواجباتي، واللي عليه واللي عليا، ما بيعملش اللي عليه ما بتعملش اللي عليها، وانا احبها ليه؟ يبقى انت بتحبها عشان بتعمل اللي عليها. هل المحبه معناها لما الواحد يقول انا بحبك عشان انت بتطبخي كويس؟ طب افرض انا فقدت الذاكره في الطبيخ، بالذات الحته بتاعت الطبيخ دي، الذاكره اتفقدت ودلوقتي ما بعرفش اطبخ، هتبطل تحبني؟ دي محبة ايه دي؟ محبة مشروطة. طب افرض ان جالها مرض بعد الشر ما عرفش تخدمك، هتعمل ايه؟ هترميها؟ ولا افرض انا بتقول انا بحبك عشان بتصرف عليا، طب افرض انا فقرت جالي بنك رابسي، يا واخد القرد على ايه مش عارف ايه يبقى ايه؟ ده الامثال بتاعت مين؟ العالم. فالمحبة الحقيقية ما ترتبطش بالحاجات دي كلها، دي محبة بجد. المحبة في الزيجة اللي هي بتاعت المسيح هي قرار بياخده الإنسان ويمشي فيه ولا يبخل عليه بشيء، قرار، لأن دي وسيلة خلاصنا عشان نبقى زي مين؟ زي ربنا يسوع المسيح والكنيسة. لو أنا هقرر مفيش رجوع، خلاص خلصت. مهما كان تحتمل كل شيء، تصبر على كل شيء، وترجو كل شيء، والمحبة لا تسقط أبدا. أول ما أسمع يقول لك جابت آخرها معايا أو هو جاب آخره معايا، اعرف ان دي كانت ايه، مش محبه، ده كان جواز مش بتاع ربنا خالص. المغالاه في اي شيء كمان وحشه، انا عايز انتهي بيها. لما نغالي في كل شيء نظبط الدنيا، ما نطالبش بحاجه زياده عن الامكانيات، وننمو نكبر مع بعض. اللي ما يتعملش النهارده يتعمل بكره، اللي ما عرفوش النهارده عرفه بكره. ربنا يدينا ان احنا نعيش حسب صوره المسيح والكنيسه اللي ربنا ادهلنا في الكتاب المقدس، وما نعيش حسب صوره العالم عن الزيجه. لالهنا كل المجد للابد امين. حد عنده اي اسئله؟ حد عايز يقول حاجه؟ نصلي.